اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناه الاهلي، وده وقت الجزء الثاني اللي بيشرفني بينورني في الاستوديو الاستاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع الكره.com عشان نتكلم معاه بشكل فني اكبر عن مباراه بكره ما بين فرنسا وكرواتيا. استاذ كريم ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر، اخبارك؟ منورني. يا رب يخليك، تسلم لي حبيبي. الله يخليك. طبعا يعني مباراه بلجيكا وانجلترا انتهت بفوز منتخب بلجيكا، كنت متوقع ان الطموحات عند انجلترا اعلى، لكن اتفاجئت بصراحه بمستوى المنتخب البلجيكي. حقق انجاز اول مره يتحقق في تاريخ منتخب بلجيكا. هل شايف ان كان ممكن منتخب بلجيكا كان يعمل اكتر من اللي عمله في مباراه فرنسا ويصعد للمباراه النهائيه؟ طبعا، يعني النهارده لما تشوف بلجيكا تحس ان هي ثابت عليك، يعني تحس ان بلجيكا كانت المفروض تبقى موجوده في الفاينل وتاخد البطوله. جيل حالي البلجيكا في مونديال 2022 هيبقى نص التيم دوت مش موجود. بلجيكا مش هيجي لها جيل زي ده تاني، ما جالهاش قبل كده وفي الغالب مش هيجي لها بعد كده. طبعا اللي جاي ما نعرفوش، بس صعب بلجيكا تطلع جيل متميز جدا زي الجيل اللي لعب في كاس العالم 2018. بلجيكا بتقدم مستوى رائع، بلجيكا جمعت بين حاجتين مهمين جدا وهكلمك عنها بعد كده في التفاصيل. في منتخب فرنسا ان هي عندها منتخب متكامل في كل خطوطه وكمان منتخب ممتع. احنا شفنا في كاس العالم كله منتخبات، يعني حتى فرنسا مش منتخب ممتع بس منتخب قوي واقف على رجله، عنده خطوط قويه جدا في كل المراكز، بس بلجيكا كانت ادائها ممتع جدا. فالنهارده حسيت انه حرام بلجيكا ما كانتش تاخد البطوله، يمكن ما تقدرش تاخد البطوله في تاريخها بعد كده سوى مع الجيل الحالي. ساوث جيت وانجلترا وبعد 28 سنه صعد لدور قبل النهائي وبرضه بيخرج، يعني او خرج من دور قبل النهائي، لعب ثالث ورابع ما قدمش مستوى. انا شايف ان انجلترا في اول تجربه حقيقيه ليها، اما منتخب كرواتيا خرجت، كمان منتخب بلجيكا لما لعب في الفول تيم كسب منتخب انجلترا. هل منتخب انجلترا ساعده مجموعته السهله والقرعه اللي وقع فيها ما بين منتخب السويد وغيره وغيره لحد ما وصل لدور قبل النهائي، ولا فعلا لاعبي منتخب انجلترا مع ساوث جيت يستحقوا الوصول للسيمي فاينل؟ لا، انا ممكن اختلف معاك شويه انه انجلترا مش عشان لعبت مباريات سهله فهي وصلت للسيمي فاينل. يعني هي لعبت كولومبيا، لعبت منتخب السويد، لما لعبت قدام كرواتيا خرجت. تمام. انا اقصد ان 2018 ده اللي انت قلته ممكن يبقى على الورق قبل كاس العالم، انجلترا عندها مواجهات تمام سهله. تمام. لكن في كاس العالم ده تحديدا مفيش مواجهه سهله، احنا شفنا منتخبات صح صغيره، روسيا بتطلع اسبانيا. فانا شايف انه مفيش منتخب صغير او منتخب كبير في كاس العالم 2018. انجلترا عملت شغل كويس جدا تحديدا في الضربات الثابته اللي سجلت منها 75% من اهدافها في البطوله، والضربات الثابته دي ليها قصه مهمه برضو الناس بتستسهل 28 سنه برضو المنتخب الانجليزي كان عنده حظ سيء جدا يا كريم. لو طبعا في مجال الصحافه والاعلام، يعني لما منتخب انجلترا كسب كولومبيا كتبوا العنوان يعني انجلترا تصعب بضربات الجزاء، كان نفسنا نكتب خبر زي ده بقى لنا 28 سنه. صحيح. مش عارفين. صحيح. فالموضوع كان فيه حظ سيء جدا، وكمان علاقه ساوث جيت بمنتخب بمباراه المانيا وانجلترا لما طلع منتخب انجلترا ضربه ترجيح. انا اقصد انه انجلترا السنه دي تحديدا عامله بطوله كويسه جدا. صحيح هي برده مش من المنتخبات اللي ادائها ممتع، ولكن هي قدرت ازاي تستغل الضربات الثابته، والضربات الثابته دي ليها قصه يا عمر عايز احكيها معاك بسرعه. انه المونديال السنه دي دخل، يعني سجل من ضربات الثابته 47% من اهداف المونديال بالمقارنه ب 28% من مونديال 2014، فده رقم ضخم جدا. الرقم ده حصل ليه؟ وانجلترا طبعا كان ليها الغلبه في الكرات الثابته سواء ضربات جزاء او كرات ثابته، فانا شايف انه انجلترا استغلت ده كويس جدا. ده ليه علاقه بالتكتيكات الدفاعيه اللي حاصله السنه دي في بطوله 2018. كل المنتخبات عرفت تدافع بشكل قوي جدا، كل المنتخبات اللي كانت بتلعب على كرات متحركه او هجمات متحركه او كرات ممكن يتسجل منها اهداف من اللعب السريع، ده ما حصلش كتير في كاس العالم السنه دي. اللي حصل ان الكرات الثابته هي اللي كانت ليها الغلبه عشان هي اكتر كرات تقدر تهد اي دفاع. عشان كده دايما بقول ايه، انه مصر ما كانش عندها نقطه ضعف كبيره في الكرات الثابته من الناحيه الدفاعيه. انا شفتها ان مصر كان عندها نقطه ضعف كبيره جدا من الناحيه الهجوميه. كل المنتخبات قدرت تسجل من كرات ثابته هجوميا، وكل المنتخبات دخل كم؟ انجلترا جابت من 10 اهداف 7 من كرات بالظبط، هم 75% من الاهداف بالظبط. انت بتتكلم فده اللي بقول لك ايه جداً. انه المنتخبات كلها استغلت الكرات الثابته، عشان الكرات المتحركه مع التكتيكات الدفاعيه الحديثه بقت صعب جدا انك تسجل منها اهداف، فالكرات الثابته استغلتها. مصر كانت بتخش فيها اهداف من الكرات الثابته او الكرات العرضيه. طبعا المنتخبات كلها بيحصل فيها نفس الامر دوت، بس احنا ما كناش بنعرف بقى نسجل من كرات ثابته زي ما كل المنتخبات اللي عملت، وزي ما انجلترا تميزت بشكل كبير جدا في البطولة. يعني انت كنت موجود في روسيا وكنت شايف الاجواء،
الاول عايز اعرف رايك في كاس العالم بشكل عام. هل انت شايف يعني بنسمع انفانتينو بيقول ده افضل كاس عالم وافضل تنظيم، وراجل شكر كل الفولنتيرز اللي كانوا موجودين، هل انت شايف فعلا كاس العالم روسيا 2018 بين روسيا بشكل مختلف للعالم كله؟ هل هو فعلا افضل كاس عالم انت ممكن تكون مريت بيه وانت شفته كمان بعينك؟ اهم تصريح لانفنتينو بصراحه، انا شفت كاس العالم في روسيا، ودايما حتى في كل اللقاءات او اي مناسبه بتكلم في القصه دي ان روسيا فعلا نظمت افضل مونديال في التاريخ. ممكن ما كنتش انا حضرت كل المونديالات اللي في التاريخ عشان اقول كده، بس المتابعات الصحفيه احنا كنا بنشوف حتى في البرازيل 2014 كنا بنسمع عن حوادث سرقه، حوادث طبعاً. مرور مشاكل كبيره. لا، التعامل كمان الامني في مونديال روسيا تحديدا، وهو ده اللي يمكن لفت نظر انفنتينو بشكل واضح جدا. روسيا داخله البطوله دي وهي عندها تهديدات ارهابيه كبيره جدا، حتى شفنا داعش لما حطت صوره ميسي وقالت ان احنا هنموته في روسيا. شفنا كمان انه العلاقات السياسيه بين روسيا وبعض الدول الاوروبيه في العالم كله كانت علاقاتها متوتره، فكلنا كنا خايفين من البطوله ديت ان يحصل فيها مشاكل امنيا تحديدا. انا وانا في روسيا كنت دايما بقول انه كل خطوتين يا عمر كنت بشوف اتنين ضباط امن واقفين، عارف انت اللي هم اللي بيبقوا ماشيين دول يتحركوا طول الوقت في اي حته، في اي شارع، انا كنت في موسكو تحديدا، في اي شارع في موسكو هتلاقي الضباط دي. الملفت كمان ان في كل التجمعات الجماهيريه او الاماكن اللي فيها تجمعات جماهيريه هتلاقي كميه كاميرات مش طبيعيه، فانت حتى لو نسيت شنطتك هتعرف تجيبها تاني. مش بقول لك ان حد ممكن يعمل معاك مشكله، انت مش هتنسى حاجه وهتضيع منك. فالتعامل الامني هناك كان عظيم جدا. تعال بقى على امر المتطوعين. كان عندي ازمه في روسيا واحده، او ازمه كل المصريين اللي سافروا في روسيا، ان الروس ما بيتكلموش غير روسي، نادرا جدا لما هتلاقي روسي بيتكلم انجليزي. رغم كده ان هم طول الوقت كانوا بيحاولوا يساعدوك، يعني بيساعدوك باشارات، هتلاقي حتى المتطوعين ماسكين اشارات طول الوقت وانت داخل المباريات، وانت داخل في الفان زون طول الوقت كانوا بيحاولوا يساعدوك، في ابتسامه طول الوقت على وشهم. لو هو ما عرفش يترجم لك فهيستخدم الموبايل ويترجم من على الموبايل عشان يعرف يترجم لك اللي هو عايز يقوله لك او اللي انت عايز تقوله له. لو ما عرفش هو يتعامل معاك هينده لك حد تاني يتعامل معاك. ده ليه علاقه بقى بالفنادق اللي انت طول الوقت، خد بالك من نقطه حتى في قصه الفنادق، نقطه خطيره جدا ان الفنادق كل يوم كان بيتغير عليها وفود. ليه؟ انت النهارده مصر بتلعب في موسكو او سان بيترسبرج، فبكره هتلعب في بلد تانية. فانا بس انا كنت من الناس المقيمه في موسكو، فكل يوم في الاوتيل اللي انا موجود فيه دوت كل يوم الاقي جنسيه شكل، كل يوم الاوتيلات دي بتتغير عليها ناس. ورغم كده الموضوع كان منظم جدا ومفيش اي مشاكل من اي نوع، كل الناس عرفت تسكن. تتكلم في مليون مشجع من كل انحاء العالم كانوا موجودين في روسيا. المليون مشجع دول مش بس الجماهير الفرق المشاركه، لا انا كنت شفت جنسيات تانية خارج الفرق، شفت ايطاليين، شفت هولنديين، الناس كلها جايه تستمتع بكاس العالم. ورغم كده كل الامور كانت ميسره. طبعا خش على قصه بقى الوسائل المواصلات، دي كانت حاجه عظيمه جدا. انت المترو، انا نزلت المترو بغض النظر عن شكل المترو هناك عامل ازاي، ازاي كمان الديكور موجود فيه والامور الاثريه عامل زي المتحف بالظبط كده. لا تعالى بقى، انت بتبقى ماشي في الارض كده هتلاقي فيه اسهم وحاجات بتوجهك ليه، هنا هتمشي السهم دوت هتطلع على استاد الفلاني اللي فيه مباراه الفلانيه عشان تعرف. وانت ممكن تنزل محطه مترو في روسيا ما تعرفش تقرا اسم المحطات عشان مكتوبه بالروسي، بس طول الوقت هو بيحاول يوجهك عشان ما تتوهش. تركب المترو بقى ودي حاجه عظيمه جدا، اتاخرت على ماتش هتلاقي شاشات جوه المترو بتشغل لك المباريات لايف، فانت حتى لو مشوارك طويل ونسيت تقعد في المترو ساعتين هتفضل قاعد في المترو بتتفرج على الماتش. فهو ما سابش حاله الا خلاك تستمتع بكاس العالم. وكمان الميزه انه الشعب الروسي كمان كله كان بيحاول يساعد الدوله اللي بتنظم كاس العالم ان كاس العالم ينجح، فهتلاقي الشعب طول الوقت كان بيتعاون مع الناس كلها، كان بيحاول يبقى ظريف وطول الوقت متعاون مع كل الناس او كل الوفود اللي موجوده من كل انحاء العالم. البطوله بشكل عام كانت مدهشة تنظيميا. قبل ما تخش كمان على الاستادات، الاستادات دي قصة كبيرة جدا، تخش على الاستادات تلاقي فيه أكتر من 30 بوابة في كل استاد، فتلاقي كل الدخول ميسر بشكل مش طبيعي. علامات توجيهية بتعرفك أنت هتخش أني باب، أني مدرج، أني كرسي هتقعد عليه. هتخش الاستاد هتلاقي مطاعم، هتلاقي اكتيفيتيز كتير، هتلاقي الناس. يعني أنت مثلا أنا كنت في لوجنيكي اللي هو هيتلعب عليه الفاينل بكرة وتلعب عليه مباراة الافتتاح. تخش بس محيط الاستاد هتلاقي شوية حاجات تخليك تستمتع بالاجواء قبل ما تخش ملعب المباراه، لدرجه ان انا كان معايا احد الاصدقاء بقول له انا اظن الناس اللي واقفه دي مش عايزه المباراه تبدا، مش عايزين يخشوا يعني مش عايزين يخشوا جوه الملعب، عايزين يفضلوا يلعبوا شويه في الاكتيفيتيز اللي موجوده بره، في الحاجات اللي بتتباع بره. الاجواء ممتعه جدا لابعد حد، في فرق موسيقيه بتلعب طول الوقت في الشوارع وفي الاستادات عشان الناس تستمتع باجواء البطوله مش بس المباريات. الاستادات طبعا يعني زي ما احنا شايفينها في التلفزيون مدهشه جدا ومبهره جدا. انا اظن ان روسيا نجحت بنسبه
99% في تنظيم كاس العالم. طيب باخد يعني هاخد من كلامك للمونديال القادم 32 فريق في مونديال روسيا. انفانتينو لسه ما اتفقش هل مونديال قطر هيبقى 48 فريق ولا 32 فريق. هل انت شايف ان متعه كاس العالم في قله عدد المنتخبات وصعوبه الوصول بالتصفيات، ولا انت شايف ان عدد 48 منتخب ده هيزيد من متعه كاس العالم؟ لا، لو متعه كاس العالم احنا بنتكلم 32 واقل كمان. تمام. مش اكتر من 32. تمام. لكن الامور ليها علاقه بالامور الماليه، الامور البيزنس، انه عايز يدخل اكبر منتخبات هيجيب سبونسرز اكتر، هيجيب كل منتخب بيجي، كل المنتخب الواحد اللي بيجي دوت بيكسب البلد، وعدد الجماهير اللي بتخش دي بتكسب اي دوله في التنظيمه، بتكسب الفيفا طبعا يعني بشكل مباشر. فانا اظن ان زياده المنتخبات دي هي اهدافها بيزنس من الاول للاخر، يعني مش هدفها فني ابدا. طيب 48 منتخب في قطر. انت حقيقة. كنت في ما انا بالظبط دلوقتي انت كنت موجود في روسيا و32 منتخب وكانت زحمه جدا. صحيح. ووفود من كل العالم وبعثات وغيره وغيره وغيره. ازاي ممكن 48 منتخب يكون موجود في مونديال قطر؟ ازاي في بلد صغيره جدا 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 هيبقى موجود فيها 3-4 مليون يعني بين مشجع لمنتخبات يعني حتى انت قلت مش شرط تكون انت جاي تشجع منتخبك، ده في ناس من هولندا وايطاليا موجودين. صحيح صحيح. فانت شايف هل الامر ممكن يعني ينجح ولا لو حصل هل ممكن يعني يحصل تغيرات في الفيفا مستقبلا؟ انفنتينو نفسه هو يعني هو رمى الكره في ملعب قطر، يعني هو سايب قصه 48 منتخب دي لقطر اللي هي تقول هقدر انظم ب 48 منتخب ولا لا. وانا شايف انه قطر ما تقدرش تنظم ب 48، وشايف حتى صعوبه في انها تنظم ب 32. بتتكلم في بلد صغيره جدا، عدد جماهير ضخم جدا، هيتزايدوا كمان لما نوصل 2022. احنا بنتكلم في مليون مشجع جم المره دي، حتى لو على 32 منتخب على 22 ممكن يبقى مليون ونص ممكن اكتر. فالرقم ضخم جدا على بلد صغيره. حط في اعتبارك كمان ان قطر عندها ازمات سياسيه لها علاقه بدول الخليج، فهي اصلا في ملفها لتنظيم المونديال كانت حاطه انه بعض الوفود اللي هتيجي من بره هتسكن في بعض الدول الخليجيه القريبه، وده ممكن ما يحصلش لو الامور ما كانتش فيها حلول. ف 2022 قطر لوحدها تستضيف كل عدد من الجماهير دوت صعب جدا، حتى ليه علاقه بوسائل المواصلات، ليه علاقه بالفنادق وتسكين الناس، موضوع هيبقى شبه مستحيل. 48 دي شبه مستحيل، 32 نفسها زي ما بقول لك انا شايفها صعبه جدا. يعني تجربة منتخب مصر في بطولة كأس العالم، يعني قبل ما اخش معاك للمباراة النهائية عشان نتكلم بقى على اخر مباراة في كأس العالم، هل انت شايف ان عدم وجود خبرة للاعيبة مصر في كأس العالم، ان هم بقى لنا 28 سنة ما فيش حتى تواصل من الاجيال لبعضها؟ صح. عندنا خبرة في امم افريقيا بناخدها سهل جدا، خدنا الوصيف. هل انت شايف ان ده ممكن يكون احد الاسباب اللي ادى بمنتخب مصر ان هو يظهر بالمظهر السيء، ولا الموضوع تكتيكي بحت؟ لا طبعا، هو في كذا عامل تكتيكي طبعا، وامور فنيه كان فيها مشاكل جدا مع هيكتور كوبا، رغم ان هيكتور كوبا ده ليا راي فيه ممكن يختلف شويه عن الناس. هقوله لك بقوله طبعا. لا انا هقوله لك، بس انا اقول لك ارتب لك الاول الحاجات. امور فنيه عندنا مشاكل فيها، امور ليها علاقه بالجيل الحالي للكره المصريه، ده نحطه في اعتبارنا. زي ما احنا بنتكلم في الجيل بتاع ايطاليا بالمناسبه، عشان برضو الناس بتفتكر احنا بنهاجم اللعيبه، الجيل الحالي لايطاليا مش هو اعظم جيل لايطاليا، عشان كده مش شفناش ايطاليا في كاس. صح. العالم، وحتى لو كانت شاركت في كاس العالم كان ممكن يبقى مستواها هزيل ما يقترب من منتخب مصر. فاحنا ما عندناش افضل جيل كلاعيبه، ما كانش عندنا مدرب. يمكن في قصه المدرب دي كوبر، عشان برضه ابقى واضح معاك، انا شايف ان كوبر اخطاء فنيه جسيمه في مباراه روسيا والسعوديه تحديدا، يمكن في اورجواي شويه في غياب صلاح، والمستوى اللي قدمه منتخب مصر كان مستوى معقول جدا بالقياس مع مستوى منتخب اورجواي. بس كوبر هو بيشتغل على مجموعه من اللاعبين، هي دول اللي بيسموهم ايه، افضل لعيبه موجوده في الدوري المصري. تمام. طب افضل لعيبه في الدوري المصري دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان محمد عبد الشافي هو الباك ليفت الوحيد اللي عندك في مصر دلوقتي ينفع يلعب على مستوى دولي. طيب هل محمد عبد الشافي بتقدم العمر ده كان هو افضل خيار لاي مدرب في العالم؟ لا، ممكن ما يبقاش افضل خيار لو انا عندي خيار تاني غير محمد عبد الشافي. لما يبقى عندك عصام الحضري وهو حارس كبير، وهو اعظم حارس جه في تاريخ مصر بالتاكيد بالارقام والامور الفنيه، يبقى انت حارس المنتخب الاساسي بتاعك، او محمد الشناوي كان ريسك ان احنا ناخد بيه او تالق بشكل ما كانش كان مفاجئ للناس في مع المنتخب، بس في النهايه انت واخد عصام الحضري اللي عنده 45 سنه رايح ل 46 سنه، يبقى الحارس بتاعك في كاس العالم فيبقى انت عندك مشكله في مركز حراسه المرمى. مروان محسن مهاجم عظيم جدا وهايل جدا وقدم مستوى في كاس افريقيا متميز جدا، بس لما يبقى عندك مهاجم وحيد هو اللي موجود في منتخب مصر يبقى انت عندك ازمه في مركز المهاجم في مصر، اللي كان في وقت من الاوقات في عمرو زكي وكان في عماد متعب وكان في ميدو وكان في محمد زيدان في جيل واحد، وقبليه كان في حسام حسن وكان في احمد صلاح حسني وكان في، يعني هنفضل نرجع باجيال هتكتشف ان المركز ده كان فيه نجوم. صح. كتير. فانت هتقف
هنا في مشكله عندنا في المركز ده، عندنا مشكله في الباك ليفت، عندنا مشكله في بديل احمد فتحي كان عندنا في كاس العالم، عندك مشكله في الاثنين مساكين، الاثنين مساكين بتتكلم في احمد حجازي وعلي جبر، ويجي بعديهم سعد سمير، وبعد كده مش هتلاقي حد تاني مدافعين، فده غلط جدا انك تخش ثلاثه بس في الدفاع. تعالى بقى على وسط الملعب، طارق حامد ومحمد النني، وتقف مش هتلاقي بعديهم حد تاني ممكن يلعب على المستوى. طب انا عايز اقف معاك عند نص الملعب، هل انت شايف ان المدير الفني لما يجي يختار اثنين لعيبه يلعبوا في قلب نص الملعب، هل الاثنين يبقوا عكس بعض يعني زي بوجبا وكانتي؟ طبعا. ولا يبقوا زي بعض؟ وايه الفرق؟ يعني احنا شفنا طارق حامد وشفنا النني ممكن يكون لعبهم قريب من بعض، فبالتالي ما شفناش تنوع في الاداء، ما شفناش في الثلاث ماتشات ما حدش شاط شوطه واحده، واحمد فتحي شاط شوطه واحده تقريبا في ماتش اورجواي وبعد كده ما شفناش، هل ده يعني كان خطا من هيكتور كوبر ولا قله زي ما انت قلت قله اللعيبه هي اللي ادت للكلام ده؟ طبعا لا، قله المواهب في الكره المصريه فرقة معانا جدا في القصه دي، قصه النني تحديدا، هو النني المفروض هو اللي يلعب الدور اللاعب الوسط المتقدم شويه عن طريق حامد. بس اللي حصل ايه؟ ان طريقه لعب هيكتور كوبر هي كلها ليها علاقه ان الاثنين هيفضلوا ثابتين ورا وهيطير الطرفين، فهيفضلوا دول ثابتين مش هيخش معاهم ابدا مهما حصل. فطول الوقت هو كان شايف انه النني لازم يدافع ما يخشش يعمل اي زياده هجوميه، ده ليه علاقه بالشغل التكتيكي بتاع هيكتور كوبر. مش كده بقول لك ايه؟ هيكتور كوبر هو مدرب دفاعي، اتحاد الكره لما اختار هيكتور كوبر كان لازم يكون عارف انه جاي مدرب اول ما بدا تدريب لحد ما وصل لنا هو راجل بيدافع بس. مع انتر، مع فالنسيا، مع اي فريق بيدربه هو راجل بيدافع. فانت وانت بتجيب السي في، انا عايز مين المدرب بتاعي؟ انا عايز المدرب بتاعي يكون بيدافع كويس. فانت جبت على اساس ده لو انت بتشتغل بشكل علمي، ما كانش هيكتور كوبر جاي عشان البادجت بتاعه كان كويس او سعره كويس فجبناه. ده نفس الامر ليه علاقه بالمدرب اللي جاي. بالمناسبه انت المدرب اللي جاي ده انت جايبه على اساس ايه؟ يعني انت مثلا لو هتجيب سين من الناس، هل انت جايبه عشان هو راجل مهاجم، راجل طموح، راجل متمرس في افريقيا، ولا انت عايز تاخد ريسك بمدرب جديد، ولا انت عايز توصل بس لكاس افريقيا ما تكسبش كاس افريقيا، ولا انت عايز توصل لكاس العالم وما توصلش لدور متقدم؟ دي كلها ليها علاقه بطموحات اي فريق او اي منتخب بيختار المدرب بتاعه. انت اخترت هيكتور كوبر، هيكتور كوبر ما تضحكش علينا، هيكتور كوبر مدرب دفاعي، عشان كده انا مش بدافع عنه بشكل مطلق. هو اخطاء جسيمه جدا وكان له دور كبير جدا في خروجنا من كاس العالم، ولكن في المجمل هو راجل نجح مع منتخب مصر، سواء بوصوله لكاس افريقيا بعد ثلاث مرات اخفاق، سواء وصوله لكاس العالم بعد 28 سنه غياب، وطبعا قبلها وصوله لنهائي كاس افريقيا اللي احنا داخلين بطوله واحنا مش متوقعين ابدا ان احنا نوصل للدور ده. فانا شايف ان هيكتور كوبر ما كانش فاشل او هو اللي يتحمل لوحده كل الاخطاء في كاس العالم. تاكيد احنا ما عندناش افضل جيل للكره المصريه، والمستوى اللي احنا قدمناه كان طبيعي بشكل كبير جدا. هل هوجو بروس لو انت بنتكلم على المدير الفني، هل انت شايف لو تم اختياره كمدير فني للمنتخب ده افضل اختيار، ولا احنا دايما مش بنبص على الكواليتي على قد ما بنبص على المرتب؟ هل الكلام ده حقيقي؟ دي مشكله يعني بصراحه. يعني انا بس متوسم خير شويه في الكابتن حازم امام، من الناس اللي بتعرف تشوف الامور الفنيه وفاهمه الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه ده من شويه، فممكن يفكر بتادي. هوجو بروس طبعا نجح مع منتخب الكاميرون بشكل واضح، لو احنا بنتكلم ان احنا وصلنا نهائي افريقيا بشكل غير متوقع، فكاميرون دي ما كانش المفروض اصلا توصل للتعادل، كانت واصله بغيابات عديده بالزبط. جدا لل ما كانش المفروض تعادل دول المجموعات، فان هو يكسب بيهم كاس افريقيا فده انجاز كبير جدا. تاريخه في افريقيا تاريخ لحد كبير معقول جدا، تمرس في عدد من الفرق والمنتخبات، فانا اظن انه لو احنا جايبين مدرب عشان متمرس في افريقيا فهوجو بروس هيبقى اختيار كويس. هل انت شايف ان بعض الازمات اللي حصلت في بعثه المنتخب المصري ليها دور على تركيز اللعيبه داخل الملعب، ولا كل ده كلام كان بيتقال عشان خساره وشماعات، ولو كان منتخب مصر كسب ما كانش حد اتكلم في قول القصص اللي احنا سمعناها دي؟ شماعات و انا شايف انه مفيش حاجه في مفيش منتخب او فريق في العالم دلوقتي بيضيع تركيزه حاجه زي كده. اولا بالمناسبه انا كنت موجود في روسيا بالظبط، واحد الاصدقاء كان بيحاول يقول لي انا عايز اروح اتصور مع محمد صلاح في الاوتيل، من الناس اللي هم اللي كانوا رايحين من الفنانين دي. فانا قلت له انا عارف ان الموضوع صعب، قال لي صعب صعب ولا ممكن يعني في ناس بتخش؟ قلت له لا مستحيل. هو حاول من نفسه انه يوصل للمعسكر وفشل وهو قال لي. فانا ما كنتش موجود في المعسكر بتاع المنتخب، ففي ناس لا حقيقي ان مش كل الناس وصلت اتصورت مع اللعيبه، ممكن في حالات فرديه قليله، لكن مش الصوره اللي اتصورت للناس. واديك مثال ظريف قوي، انا كنت للاسف موجود في المباراه بتاعه ماتش مصر وغانا 6-1 الشهيره في كوماسي. انا كنت عمر موجود في الاوتيل اللي موجود فيه لعيبه منتخب غانا. الاوتيل ده كان مالها ليلي بالنسبه لعيبه منتخب غانا، الناس ما كانتش مركزه، ما كانتش بتفكر في المباراه، كانت بتهزر طول الوقت في الهول، طول الوقت بتتحرك، ما فيش ابدا تركيز في المباراه. تعال روح على معسكر منتخب مصر في كوماسي، كان سكنه عسكريه، ما فيش اي كلام، ما فيش اي امور صحفيه. نزلنا المباراه غانا كسبت 6-1، ففكره انه
ندي مبررات ده ما كانش مركز لما الناس بتقعد تمسك الموبايل طول اليوم. لعيبه منتخب مصر ولا اي لعيبه في العالم تفضل تلعب بالموبايل، تقعد تتكلم مع الناس، تشايت مع الناس على الموبايل، ما فيش حد بيسحب من الناس موبايلات زي زمان او تليفونات. ففي امور ثانيه ممكن تضيع تركيز الناس غير اللي انتوا شفتوها او الناس حاولت توصل. اي مبررات غير فنيه لخروج مصر من كاس العالم هي مباراه خاطئه. بالتاكيد اتحاد الكوره مسؤول في شويه مشاكل ليها علاقه بمحمد صلاح واللي حصل قبل محمد صلاح، وانه ازاي يقدر يطلع جيل كويس للكره المصريه، وازاي يقدر يدعم الفرقه، وازاي هيكتور كوبر كان ممكن الناس تتكلم معاه في تطوير ادائه. ليه مسؤوليه هيكتور كوبر، ليه مسؤوليه ولاعيبه ليها مسؤوليه. احنا بنتكلم في اطار كره القدم بس، انا شايف ان اي خروج عنها دي حاجه اللي هو ايه، بنتوه عن المشكله الحقيقيه ومش هنعرف نحلها عشان احنا توهنا وروحنا حته تانية. فاحنا لو جينا السنه الجايه بنشارك في كاس او بعد 4 سنين بنشارك في كاس العالم، لو احنا ما وديناش ممثلين وفنانين يروحوا المعسكر هنكسب وناخد نوصل للسيمي فاينل. فده طبعا كلام انا ما اقبلوش. طيب رايك، هل في لاعب كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر ومستر هيكتور كوبر ما ضموش، كان ممكن يعمل فارق بعض الشيء مع المنتخب، ولا انت شايف ان دول افضل لعيبه موجوده في قائمه منتخب مصر في كاس العالم روسيا؟ بص انا شايف مثلا انه بلجيكا راجل مارتينيز ما خدش نيانجولان، وانا كنت شايفه لاعب رائع وكانت مفاجاه كبيره جدا وما اتخدش، بس في النهايه الراجل ايه نجح من غير نيانجولان. هتروح لفرنسا كنت شايف ان لاكازيت لازم يبقى موجود، وهو رابيو باريس سان جيرمان ومارسيال طبعا يبقوا موجودين في قائمه فرنسا، وراجل نجح من غيرهم. فاي مدرب هو مسؤول عن اختياراته، بس لما تفشل يعني لما ما تنجحش زي منتخب مصر كده هاجي اقول لك بقى ايه، طب مش لو كنت خدت حسين الشحات، لو كنت خدت عمرو السوليه، كنت خدت حسام عاشور كان نفعك في وسط الملعب دفاعيا. ادام انت فشلت هنفضل نقول كان المفروض تاخد اللعيبه دي، لو نجح ما كانش حد اتكلم. يعني هو لما نجح في كاس افريقيا ووصل لحد الفاينل ما حدش اتكلم معاه، ورغم ان هو كان فيه عناصر برده كتير قوي كان المفروض ياخدها، لكن عشان فشل طبيعي هنقول له انت ليه ما خدتش اللعيبه دي، كانت ممكن تفيدك وانت كانت اختياراتك مش سليمه 100%. طيب نروح لمباراه بكره، اكيد مباراه قويه جدا، مباراه فرنسا وكرواتيا. هل انت شايف ان دول اكتر فريقين استحقوا الوصول للمباراه النهائيه؟ يعني كرواتيا ما خسرتش ولا مباراه في مرحله المجموعات، 9 نقاط من 3 مباريات من بعد دور ال 16، يعني بيخش فيه هدف بيكسب 120 دقيقه لو حسبناها بلغه الارقام والدقائق، هو لعب مباراه زياده لو جمعنا الاشواط الاضافيه، هو لعب مباراه زياده عن المنتخب الفرنسي. هل انت شايف ان ده ممكن يكون عائق على المنتخب الكرواتي، ولا انت شايف ان سياسه دالتش مع اللاعبين بيقدروا يوصلوا بالطموح وبالجهد وبالمجهود الكبير جدا اللي بيبذلوه لاي حاجه هم عايزينها؟ صحيح، زلاتكو دالتش قبل مباراه انجلترا سالوه في المؤتمر الصحفي انت بتقدر تلعب 120 دقيقه؟ لا، وقالوا له ايه، انت هتخش مباراه انجلترا وانت حالتك البدنيه سيئه بعد ما انت لعبت 240 دقيقه في مباراتين في الادوار الاقصائيه. قال لهم فرقتي جاهزه انها تلعب 120 دقيقه كمان، وهو صدق نزل قدام انجلترا لعب 120 دقيقه. شفنا الاكسترا تايم كان كرواتيا بدنيا اجهز من انجلترا، اللي هو معدل اعمارها اصغر من كرواتيا، انها ما لعبتش 25 سنه معدل اعمارها، انها هم كبدنيا المفروض يبقوا افضل. كرواتيا حالتها البدنيه مدهشه جدا، البطوله بشكل عام يا عمر فيها حلب، يعني القوه البدنيه فيها والحاله البدنيه فيها لكل المنتخبات مش طبيعيه. شفنا منتخب روسيا، لا يعني روسيا طبعا دي حاله ثانيه، يعني بص حط روسيا على جنب عشان ايه، انا مش يعني اكيد ده ليه علاقه بانه خرق للطبيعه، يعني ده مش طبيعي خالص المنتخب الروسي، بس المنتخبات كلها حالتها البدنيه ممتازه جدا. كرواتيا طبعا اللي عملته ده اعجاز انها توصل للفاينل بالطريقه اللي هي وصلت لها، بس وصلت لمين بقى؟ لفرنسا. لو كرواتيا كانت وصلت لكاس او لفاينل كاس العالم بقوه، فهي بقوه خط وسط، عندها خط وسط مش طبيعي. تحديدا طبعا حط مودريتش مع راكيتيتش مع بروفيزيتش، كل الناس دي عظيمه جدا. حط بقى مودريتش حطه بقى على جنب جدا، في مباراه انجلترا عمل حاجه عظيمه، لعب مودريتش رقم 10 ما لعبوش ورا، وكان ديلي الي ولينجارد في وسط هجوم انجلترا اللي المفروض بيعملوا الدعم طول الوقت لهاري كين. كان الطبيعي اللي يحصل ايه، ان مودريتش يرجع للناس ديت، يرجع لديلي الي ولينجارد ورا، لا هو عمل العكس، هو شد الاثنين دول معاه لقدام، فابطل كل القوه الهجوميه للمنتخب الانجليزي. ما شفناش هاري كين بشكل متميز، ما شفناش ستيرلينج بشكل متميز، عشان كده راشفورد نزل مكانه بعد كده، ما شفناش طبعا ديلي الي ولينجارد تفرغوا للادوار الدفاعيه للي عمله مودريتش، عشان كده مودريتش الناس حست انه دي مش افضل مبارياته، لكن مودريتش في دور التكتيك اللي عمله في مباراه انجلترا كان عظيم جدا. ده وسط كرواتيا. تعال بقى على وسط فرنسا، وهنا انت بتواجه بقى وسط ما يقلش عنا في قوه.
نجولو كانتي وبول بوجبا وميتودي التلاتة ممتازين مدهشين. انا شفت تحديدا يا عمر نجولو كانتي في مباراه فرنسا والدنمارك كنت موجود. ده مش ممكن. كنت موجود في الملعب. كنت موجود في الملعب. فاكر مباراه فرنسا والدنمارك في الدور الاول؟ كانت مباراه ممله جدا. يعني اوحش مباراه صح. في كاس العالم. انا قررت وانا قاعد في المباراه اتفرج على نجولو كانتي اول مره اشوف في الملعب وانا في الملعب. فقلت ايه انا هسيب الكوره تروح في مطرح ما تروح اشوف تحركات نجولو كانتي. مدهش مدهش يعني. بص انا هقول لك حاجات. انت راجل لعيب كوره فانت هتفهمني في الكلام ده. سكند بول هو عارف الكوره هترد امتى وبيعرف ياخد تحركات كويس عشان الكوره لما تيجي يسبق اي مهاجم او اي هجمه مرتده فيبتلها من اولها. تحركاته مع التغطيه على الليفت باك والرايت باك كانت مدهشه جدا. اي واحد فيهم متقدم هو اللي بيغطي. فكره انك تغطي خط الوسط ده كله بشكل مدهش. نجولو كانتي عنده طاقه كمان مش طبيعيه. التدخلات الفرديه مع اي منافس هو لازم يكسبها رغم ان جسمه مش جسم بالظبط مش جسمه مش طويل. فنجولو كانتي لاعب رائع جدا. بول بوجبا عامل بطوله ممتازه جدا. ماتودي تحديدا المباراه الماضيه عمل مباراه كبيره جدا وطوال البطوله هو مستواه ممكن تديله من 7 ل 8 من 10. بس انا شفت المباراه اللي فاتت كان ممكن يبقى 9 من 10. فانا اظن ان هي مباراه وسط ملعب. انا دايما بقول انه اللي عنده وسط ملعب قوي بيقدر ازاي يتقدم بشكل كويس جدا ويقدر ازاي يمسك المباراه. بيقولوا كليشيهيه او بيقولوا حاجه معروفه انه يقول لك المباراه دي اللي ليه الغلبه فيها اللي هيقدر يمسك وسط الملعب او مباراه وسط الملعب. صح. انا شايف انه فرنسا وكرواتيا متوازنين جدا في وسط الملعب. 50-50. كرواتيا كانت بتعرف تحافظ على البوزيشن بتاع الكوره كل مبارياتها في المونديال كانت هي اللي بتاخد البوزيشن بتاع الكوره. مع فرنسا اظن الامور صعبه شويه رغم ان فرنسا في مباراه بلجيكا سابت البوزيشن لبلجيكا بشكل كبير جدا وفكرت تدافع وقبل ما تهاجم. فرنسا بتضغط بقوه جدا يعني. فرنسا مش ممكن. لما بلجيكا كانت بتاخد الكوره كنت بتلاقي 2 لعيبه دايما رايحين على اللي معاه كوره. فده صحيح. منتخب بلجيكا منتخب بيحب يلعب كوره ما بيحبش صحيح. ان حد يخنق عليه. صحيح. فعشان كده شفنا ان هازارد بعد الماتش قال يعني مش ممكن على طريقه لعب فرنسا. فرنسا دفاعي من اول دقيقه مش في يعني مش بيلعبوا كوره ممتعه بيلعبوا كوره دفاعيه بس هم نجحوا في الاخر. لا ما هو في حته بقى الدفاعيه دي انا ارد على هازارد فيها. تمام. البطوله 2018 اثبتت قاعده ظريفه قوي ممكن نبقى نبني عليها بعد كده كلامنا. تمام. كنا زمان بنقول ايه الهجوم خير وسيله للدفاع. قوات الدفاع 2018 قال ان الدفاع خير وسيله للهجوم. الفريق اللي بيدافع كويس هيعرف يهاجم كويس هيعرف يسجل اهداف هيعرف يفوز بالمباراه. كل المنتخبات اللي دفعت بشكل كويس في كاس العالم قدرت تحقق مرادها وتوصل لابعد نقطه. فرنسا بتلعب بالطريقه دي دلوقتي عشان كده ديشام. حتى انا كان عندي تحفظات كبيره قوي على ديشام انه يفضل يدرب فرنسا لحد دلوقتي. بس ديشام في النهايه هو راجل عارف ازاي يلعب ما ياخدش الريسك ما يقولكش انا عندي نجوم هجوميه كتيره جدا ما عنديش جريزمان ما عنديش عندي مبابي عندي جريزمان عندي جيرو. رغم كده هو قرر انه ياخد وسط الملعب وياخد خط الدفاع ويشتغل على هجمات مرتده. طيب. مظهر انا كان معايا على التليفون مظهر عبد الرحمن في اول مداخله ليه. طبعا انت عارف ان هو كان بيلعب في موناكو ولعب تحت قياده ديشامب حوالي سنه ونص. طبعا قلت له رايك ايه في ديشامب ورايك في الطريقه اللي بيلعب بيها. قال لي هو بيلعب كده من ساعه ما كنت انا موجود في موناكو من 18 سنه. بيلعب بطريقه ايطاليه بحت 3 في نص الملعب لكن على الورق هيبانوا ان هم 2 بس. على طول يحب يسحب نص الملعب بلعيبه وثلاثه قدام علشان الضغط العالي اللي بيعمله. فهل بقى ايه الفرق ما بين ديشامب في 2016 في اليورو 2018 وايه اللي اختلف مع ان هو نفس المدرب ممكن يكون بس يعني امبابي مثلا تالق بشكل كبير ولفت الانظار كانتي ممكن نشوف ان هو طور من نفسه لكن ايه الفرق ما بين 2016 و2018؟ شفت انت قلت الحاجه اللي كنت اقولها لك. يورو 2016 و18 الاعتماد على كانتي ومبابي ما كانش كبير قوي في 2016 وبالتالي 2018 افضل اثنين لفرنسا في 2018 هما كانتي ومبابي اعتمد عليهم بشكل كويس جدا. والاهم اللي بقول لك عليه انه ابتدى يبقى واقعي جدا. ابتدت تغييراته بتبقى كتير لو تفتكر في اليورو. صح. رغم ان هو وصل الفاينل بس كانت تغييراته في الماتشات كتير قوي في تشكيله الفرقه كانت كتير قوي. لا التشكيله بتاعت فرنسا ثابته طوال البطوله. الزياده العدديه اللي بيعملها بوجبا وماتودي عظيمه جدا مع مبابي وجريزمان على اليمين وعلى الشمال قبل جيرو. عشان كده شفنا ان جيرو في 3 مباريات ما بيشوطش كوره على الجول ورغم كده هو ليه دور فني وتكتيكي كبير جدا انه يبدا ازاي يتحرك وتحركاته فادت بوجبا ومتوديه في الزيادات الهجوميه بشكل واضح جدا. كانتي مدي امان عظيم جدا. فكره انك تلعب بواحد في النص لوحده لما بوجبا ومتوديه يتقدموا لو ما عندكش كانتي مش تقدر تعمل ده. صح. مش تقدر تعمل بتأدي الدور ده. تعالى بقى ورا كمان
فكره انك تلعب ببافار باك رايت مكان سيدي بيه كان خطوه عظيمه جدا من ديشان. هرنانديز كمان عامل بطوله عظيمه جدا ليفت باك ممتاز 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 جدا. وانا شايف انه هيروح كمان لفرقه اكبر بعد بافار اعتقد هيروح بايرن ميونخ قريب من انتقاله, بيلعب في شتوتغارت حاليا وقريب من الانتقال الى مودش. مودش رايت باك طبيعي كنت هتشوف في كاس العالم سيدي بيه هو اللي بيلعب رايت باك وياخد ديشان قرار ببافار في اول 20 سنه بافارد. مدهش. فاران ومتيتي عاملين بطوله عظيمه جدا ووراهم هوجو لوريس اللي انا شايفه واحد من افضل حراس المرمى اللي في العالم اللي هم دايما مظلومين يعني طول الوقت هم اندر ريتد جدا وطول الوقت الناس مش حاسه بيه هوجو لوريس عشان بيلعب في توتنهام بالظبط. بس هوجو لوريس حارس رائع جدا. سوبسيتش ولا لوريس هياخدوا افضل حارس في المونديال لو سالتني انا؟ بيكفورد. انا معاك بيكفورد عامل بطوله عظيمه جدا انت بتتكلم. انا معاك في بيكفورد. حارس رائع. حارس رائع حارس انجلترا مدهش عنده ثبات انفعالي عنده خطواته دايما واخدها بشكل كويس. شفناه في ماتش كان انجلترا في ماتش السويد مش ممكن يعني صح. رد الفعل بتاعه غير طبيعي. لا اقول لك حاجه في بيكفورد انا السنه اللي فاتت لما راح ايفرتون من ساندرلاند ب 30 مليون استرليني انا قلت مين الحارس اللي واخدينه من فريق هابط نادي وسط في جدول الدوري الانجليزي ايفرتون بياخدوا 30 مليون استرليني واحد عنده 23 سنه. فواضح انه ايفرتون اختار الخطوه الصح. انا اظن انه بعد كاس العالم بيكفورد هيجي فيه فلوس كتيره جدا. انجلترا ما جابتش حارس زي دوت مثلا من سنه 90 مثلا ولا سيمن. لا لا انا لا لا اتفوق على سيمن بكتير. انا بالمناسبه انا سيمن من الناس اللي ما بشوفهمش حراس عظماء يعني بس انجلترا كان ليها حراس عظماء من قبل سينا وسيمن بس هو لكن هو كان سمعه يعني كان افضل حراس يعني لانجلترا وقتها ديفيد سيمن. لكن بيكفورد حارس رائع جدا دلوقتي هو في مصاف الخمسه الكبار في العالم يعني. طيب عندك قلبين دفاع اكمل كلامك عشان قطعتك في منتخب فرنسا فاران وامتيتي. الميزه مش ان هما بس بيلعبوا واحد في ريال واحد في برشلونه لا ده الميزه ان هو واحد صعدك في مباراه اورجواي وواحد صعدك في مباراه بلجيكا. فازاي مدير فني يكون عنده اثنين قلبي دفاع متالقين مش بس كمان يعني بيهدفوا مش بس عندهم رقابه وعندهم سرعه. هل ده مهم وهل ده يفرق في وجود اثنين لعيبه مهمين كمدير فني ان هو يستغل اللعيبه اللي عنده احسن استغلال زي ما شفنا فاران وامتيتي مع منتخب فرنسا ومع ديشامب؟ طبعا بص بقى حط في اعتبارك كمان بجانب ان هم بيعرفوا يسجلوا اهداف بيعرفوا يعملوا الكرات الهوائيه بشكل كويس جدا من الناحيه الهجوميه ان الناس دي بتعرف تبني لعب. واحنا دلوقتي بنتكلم في ان الكره اللي في العالم كله دلوقتي احنا بنبني من الاثنين مدافعين. زمان كنا بنعمل ايه؟ الحارس بيرفع الكره توصل للمهاجم تنزل السكند بول تنزل لاي لاعب في الوسط نبدا يعني نلعب. يعني برشلونه صح طب كل المنتخب على فكره يعني برشلونه لما يجي يختار مدافع بمواصفات معينه بيعرف يبني الكره. لا هو بقى يختاروا الحارس انه بيعرف طبعا ده غير الحارس يعني احنا طبعًا. يعني عدينا مرحله يعني نتكلم جوارديولا دلوقتي حتى في مانشستر سيتي او برشلونه الناس بتتكلم على الحارس اللي بيعرف يلعب برجله كويس مش انه فاحنا عدينا المرحله بتاعت المدافعين بيبنوا كره كويس. لا الحارس يكون بيبني اللعب كويس. انا شايف انه فاران وامتيتي عندهم كره كويسه بيبداوا اللعب كويس بيعرفوا ازاي ينقلوا اللعب يبداوا الهجمه من اول المدافع. دي بتفرق كتير قوي مع فرنسا انك ما تحسش ان فرنسا عندها بيحصل لخمه في الدفاع او في لعيبه الوسط مع بدايه الهجمه بيلعبوها بشكل منظم جدا. انا شايف انه فرنسا منتخب هو والبرازيل تحديدا رغم ان البرازيل خرجت والسبب نيمار بكل المقاييس ان هو كان طموحات بالنسبه لنيمار ان كود البرازيل كان قليل جدا بس البرازيل وفرنسا مع دخله المونديال هم كانوا اكتر فرقتين متكاملتين في التشكيل. الاثنين عندهم تشكيله ممتازه جدا طبعا. الناحيه الثانيه كرواتيا انا شايف انه بروزوفيتش مع مودريتش مع راكيتيتش الثلاثه في نص الملعب هم اهم قوه للمنتخب الكرواتي. طبعا مانزوكيتش الناحيه الهجوميه ابتدى يعني هو احنا المباراه اللي فاتت ابتدينا نحس بمانزوكيتش لما سجل هدف الفوز على انجلترا. انا اظن ان كرواتيا وسطها ودفاعها فيدا ولوفرين برضو بالمناسبه اثنين مساكين ممتازين جدا عند كرواتيا واثنين عاملين بطوله كبيره. فيدا ايه الفرق ما بين لوفرين ليفربول ولوفرين منتخب كرواتيا؟ لوفرين انتقادات مع ليفربول مستواه متذبذب دايما بنشوف يعني ضغط عليه كبير من الجمهور. هل ده فعلا ان الجمهور في ماتشات ليفربول والدوري الانجليزي عشان كده بيغلط؟ وطبعا فرق السكواد ما بين كرواتيا وليفربول ان عندك وسط ملعب قوي جدا بتهاجم بشكل اكبر. ولا ده شايف ان مع ليفربول في بعض الماتشات بيكون مضغوط فبيؤدي الى اخطاء وبيدخل الاهداف فبيتم لومه؟ بص انا عايز اقول لك ان حاله المنتخب الكرواتي كلها هي حاله استثنائيه صح. يعني مانزوكيتش نفسه في اليوفي مش في افضل حالاته. فيدا نفسه ده راجل الناس بتعيب عليه في تركيا وبتتكلم عليه ان هو مدافع غشيم ومدافع بيخطئ كتير وعنده كروت كتيره عامل بطوله عظيمه جدا. لوفرين نفسه عامل بطوله استثنائيه المفروض يعني
من واحد من احسن المدافعين اللي موجودين في البطوله. فانا اظن انه حاله كرواتيا كلها مخليه اللعيبه كلها متميزه جدا. ده ليه علاقه حتى لو تفتكر احنا كمنتخب مصر، عشان بس اقرب للناس، انت في بطولات افريقيا اللي كنت بتاخدها ثلاث بطولات ورا بعض كنت بتشوف بعض اللعيبه من غير ما اذكر اسماء مع فرقها مش عظيمه جدا، لما بتيجي تلعب مع منتخب مصر وتخش وسط المجموعه الحاله العظيمه دي بتتالق بشكل كبير، ممكن ترجع لفرقه بعد كده بترجع بنفس المستوى. فانا اظن انه حاله كرواتيا مخليه كل اللعيبه متميزه جدا. طيب منتخب كرواتيا لو بيريزيتش ما بداش في مباراه بكره بسبب الاصابه، هل شايف ده ممكن ياثر على المنتخب الكرواتي؟ طبعا لو ما بداش، بس يعني احنا في بعض التقارير بتقول ان هو مصاب بس لسه مش عارفين. انا اظن انه هيلعبه يعني، هو على فكره معاي. هو من اللعيبه المهمه جدا، انه زي ما بقول لك احنا الناس عشان تعرف قوي مودريتش وراكيتيتش مش رايح قوي الانتر والدوري الايطالي، فما تشوفش بريزوفيتش قوي، فما تاخدش بالها قد ايه هو راجل مهم. فهو قدم مستوى مميز جدا في كاس العالم، انا اظن ان هو من اللعيبه اللي لازم هتكون موجوده بكره، هتاثر طبعا على روسيا. يعني منتخب كرواتيا هيبدا بطريقه 4-1-4-1، هو بيبدا طبعا يعني انا بتكلم على ان طبعا فيدا ولوفرين دول من اهم العناصر اللي موجوده، كمان بروزوفيتش ده انا شايفه ان هو زي كانتي كده في فرنسا بالظبط، بيعمل كفرنج بشكل كبير جدا. وانا كمان مقتنع ان اللعيبه اللي بتلعب في المكان ده المدرب بيجي يقول لها بص انت مش هتاخد لا شهره ولا مجد ولا هتتصيد في المباراه، لكن انت هتعمل دور ما حدش هيحس بيه غير الناس اللي هي بتحلل الفني، الناس اللي هي شايفه الكلام ده كله. هل انت شايف ان بالتشكيل ده قدام 4-2-3-1 هل انت شايف ان هنكون فعلا داخلين المباراه ب 50-50، ولا لو بريزيتش غاب عن منتخب كرواتيا فدي فرصه لمنتخب فرنسا انه يباغت المنتخب الكرواتي؟ بص في كل الاحوال فرنسا لها الافضليه في المباراه، كل الامور على الورق بتقول ان فرنسا هي اللي هتباغت كرواتيا، فرنسا المفروض تمسك كرة اكتر من كرواتيا، رغم اللي قلت لك تاني اهو ان كرواتيا في كل مبارياتها كانت بوزيشن معاها. فرنسا عندها الحاله البدنيه والفنيه افضل من كرواتيا، خبرات اللعيبه بتاعت فرنسا اقوى بكتير من كرواتيا. فرنسا طموحاتها في المباراه دي، انا فاهم ان كرواتيا انها تاخد البطوله دي، فانت بتتكلم في حدث تاريخي، بس ديشام اللي هو اول مدرب فرنسي في التاريخ بيوصل لنهائي بطولتين كبيرتين زي اليورو وكاس العالم، ما ينفعش يخسر بطولتين. كرواتيا لو كسبت البطوله فانت بتتكلم في حدث تاريخي احنا عايشينه، زي اليونان كده مثلا في اليورو طبعا، لا انت بتتكلم في البرتغال كسبت يورو 2016، وبتتكلم في كرواتيا كسبت كاس العالم 2018، في سنتين بتتكلم في كرواتيا والبرتغال بيحكموا العالم، فانت بتتكلم في حدث تاريخي يعني. فلا انا اظن ان بكره فرنسا لن تسمح بخسارتها للمباراه، ديشان كمان هيكون مركز جدا في المباراه. انا شايف ان فرنسا اجهز بشكل واضح فنيا وبدنيا، فرنسا لها الافضليه على كرواتيا. طيب هل انت شايف ان يعني منتخب كرواتيا بما ان احنا متعودين على انه بيهاجم منتخب فرنسا بيدافع، هل انت شايف ان ممكن النهائي 2016 يكون ديشامب اتعلم منه خلاص بدا ان هو يدي كل فريق حجمه؟ ديشامب بيذاكر كويس جدا، بيعرف يحضر سيناريوهات للمباراه، شفناه في ماتش الارجنتين على سبيل المثال دخل فيه هدف ورجع تاني بهدف تعادل وجاب 4 اهداف، هل انت شايف ان ديشامب اتعلم خلاص من النهائي وان هو نازل بكره في المباراه لا بديل عن الفوز؟ وانا اظن ان هو مش هيريسك جامد، مش هيهاجم بشكل خطير جدا، هيبقى متحفظ بشكل واضح جدا. هيمسك زي ما بقول لك وسط ملعب فرنسا بكره لو مسكته هتاخد المباراه، هي اقوى خطوط كرواتيا وهي اللي بتديها القوه الدفاعيه وبتديها القوه الهجوميه هو خط وسطها، لو فرنسا قدرت تتحكم فيه بشكل واضح فرنسا هيكون ليها الاغلبيه. اجهاد مش هيأثر على المنتخب الكرواتي. تاني هقول لك تاني. ما انا بقول لك اهو الطبيعي بامور منطقيه ليها علاقه بحكم الطبيعه، بكره كرواتيا المفروض بعد 5 دقائق يكونوا بيسحفوا على النجيله. لكن اللي شفناه من كرواتيا في الثلاث مباريات الماضيه بالقوه البدنيه اللي لعبت بيها قدام انجلترا، فانا لا هتفاجئ بيهم بكره ان هم بيلعبوا بنفس القوه البدنيه، مش هيحصل لهم اي حاجه الا لو الطبيعي حصل. لكن مع كرواتيا شفنا حاجات خارقه للطبيعه. هل ديشامب يكمل مع منتخب فرنسا لو فازوا بالبطوله، ولا ينتقل الى نادي بقى وتجربه جديده، ولا زين الدين زيدان يجي فرنسا؟ هو زيدان انا شايف ان هو هيروح يوفنتوس، انا شايف ان هو هيأجل شويه وهيتولى يوفنتوس بعد أليجري، انت عارف يعني ان شاء الله لو خسر البطوله هيمشي يعني مؤكد. طب لو كسب البطوله انا شايف انه انا كسبت بطوله كاس العالم، ما اظنش ان فرنسا هتستغنى عن ديشامب الا لو هو قرر ياخد تجربه جديده في حياته، وانا اظن انه العقليه الفرنسيه ممكن تخليه يقول لك لا انا همشي من منتخب فرنسا، انا خدت كاس العالم وابدا اشتغل تاني مع انديه، ديشامب محتاج يشتغل مع انديه تاني. ديشامب على فكره انا مش شايفه من المدربين الصف الاول، ولكن عامل اعجاز انه يوصل نهائي اليورو ونهائي كاس العالم، ده شغل كبير جدا وشغل عظيم جدا، وبالتاكيد لو كسب كاس العالم هيتحط بين مدربي الصف الاول في العالم. ديشامب عنده فرصه كبيره جدا
بكره انه ياخد كاس العالم مش هتجيله احسن من دي فرصه انك تلاعب كرواتيا في النهائي رغم الاداء العظيم اللي عملها كرواتيا طوال البطوله وليس تقليلا منها يعني. اخيرا وسريعا افضل لاعب في البطوله. افضل لاعب في البطوله لحد خروج اسبانيا كنت شايفه اسكو، دلوقتي افضل لاعب في البطوله بلا منازع هو لوكا مودريتش مش امبابي. لا لا لوكا مودريتش عامل بطوله مش طبيعيه. لوكا مودريتش بيلعب يعني مش عايز اقول لوحده عشان باقي التشكيله عاملين شغل كبير، بس لوكا مودريتش فعلا شايل منتخب كرواتيا. كريم شرفتني ونورتني واستمتعت بوجودك معايا. انا استمتعت يعني اكتر. ربنا يخليك كريم. خليك. طبعا كان معايا الاستاذ كريم رمزي مدير تحليل موقع على كره دوت كوم، واتكلمنا مع حضراتكم بشكل فني على مباراه بكره ما بين فرنسا وكرواتيا. كنت معاكم من الساعه 10 حتى الساعه 12 في المونديال على قناه الاهلي، واتكلمنا كمان على مباراه بلجيكا وانجلترا. بكره ان شاء الله اخر يوم في بطوله كاس العالم، هنكون معاكم من الساعه 10 حتى الساعه 12 في المونديال على قناه الاهلي. استنونا بكره ان شاء الله. نشوفكم على خير وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.